الهدف بتاعنا كدولة النهاردة كل ما بنشجع مصنع جديد يطلع ويقلل فاتورة الاستيراد ويقلل الطلب على الدولار، احنا بننجح في كسر المشكلة والأزمة الاقتصادية اللي لازم كلنا نكون اتعلمنا منها. وانا بوجه هنا كلامي لكل رجال الصناعة المصريين، الأزمة اللي موجودة فيها مصر النهاردة هي أزمة عابرة، وانا بقولها لحضراتكم، الأزمة الخاصة بموضوع العملة والكلام اللي بيتقال ده كلها ان شاء الله في فترة بسيطة جدا هتخلص، ولكن الأهم هو ما بعد ذلك. الدرس اللي لازم كلنا نكون اتعلمناه من الأزمة العالمية والأزمة الاقتصادية السابقة واللي بيحصل، ان لابد ان نكون كدولة نملك مقدرات انتاجنا ومنتجاتنا بأكبر قدر ممكن. وانا تاني بأكد الكلام ده لرجال الصناعة الوطنيين، لان النموذج اللي احنا شفناه النهاردة ان استثمار اجنبي مباشر بيؤمن بقدرات هذه الدولة، بيستثمر مئات الملايين من الدولارات في مصانع في فترة زمنية قليلة. لو بالمنطق يقول لا طب استنى اشوف الدنيا هتروح لفين، لا، هم عارفين هما بيعملوا استثمارات لعشرين وتلاتين واربعين سنة، يعي تماما ان الازمة دي هي ازمة عابرة وبتخلص، لكن هو عارف كويس قوي ايه امكانيات البلد دي وايه قدراتها، عشان كده هما جم وبيستثمروا هنا. الاهم متابعتنا احنا كمسؤولين معاهم، وده اللي انا كنت بتكلم فيه مع كل زمايلي، وانا على المستوى الشخصي بعمله كل اسبوع، يا اما بنقعد مع عدد من المستثمرين او بنعمل اجتماعات تخص زيادة الحوافز للصناعة وازاي ان احنا نشيل اي عوائق النهاردة لهذا القطاع المهم اللي هو نسبته 17% من الاقتصاد المصري، ولازم يبقى اكتر من كده بكتير في الفترة الجاية. وهو دي اللي احنا شغلنا شاغل النهاردة، الصناعة الصناعة الصناعة، وازاي ان احنا نغير المعادلة بتاعتنا ويبقى صادراتنا اكتر من وارداتنا، او على الاقل زي ما سيادة الرئيس بيتكلم نغطي احتياجاتنا في السوق المحلي لمصر بخطة واضحة. عشان كده كل مصنع النهاردة بيطلع وكل توسع بيحصل ده بيقلل من الفاتورة بتاعتنا في فاتورة الاستيراد والواردات بتاعتنا. ده هدف ان انا النهاردة امتلك القدرة في الخضم الازمات السياسية والازمات الاقتصادية الكبيرة جدا اللي احنا كلنا شايفينها النهاردة. عشان كده انا تاني بوجه الرسالة، كل الدعم لكل رجال الصناعة الوطنيين والأجانب.